حسب مصالح الحماية المدنية، تدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة 3 زوالا من أجل إخماد حريق شقة بالطابق الأول لعمارة سكنية بشارع عمران علي ببلدية وهران ولاية وهران، وتم إخماد الحريق من طرف مصالح الحماية المدنية ومنع انتشاره لبقية البناية، حيث خلف هذا الحادث وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة متفحمين الأب والأم وثلاثة أولاد، حيث تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث رحمهم الله. بلدية وهران سخرت مصالح الحماية المدنية كافة الوسائل المادية والبشرية والمتمثلة في 7 شاحنات متخصصة للإطفاء و7 سيارات.